سلام البنات، نتمنى تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. دائما مع وصفات مطبخ أم عبد الرحمن. اليوم جيتكم بوصفة قريوش ولا أروع، سهلة مهلة خفيفة وبنينة. والله يا البنات إذا جربتوا هذه الوصفة أكيد راح تعجبكم وتحتفظوا بها. ما تحتاجوا لا آلة توريق ولا حتى شيء، فقط تبعوا الفيديو للأخير. بسم الله نبدأ على بركة الله. في جفنة أو في بول راح نحط 4 كيلات فرينة، نصف ملعقة صغيرة خميرة الخبز، نصف ملعقة صغيرة ملح، ضروري الملح البنات في القريوش. هنا عندي 2 ملاعق كبار نشاء الذرة أو مايزينا، عندي وحدة فاني أو ملعقة صغيرة، أنا ما كانش عندي الفاني تاع الغبرة، عندي كيس خميرة كيميائية زائد ملعقة صغيرة. لاحظوا معايا هنا راح نحي حوالي ملعقة صغيرة فقط. بالنسبة للكيلاية البنات تقدروا تكيلوا بالكاس أو بالبول، ولكن أنا ننصحكم تبداو بالكاس إذا عجبتكم الوصفة. ضعفوا فقط المقادير. نحاول نخلط كلش مع بعض النواشف كما راكي تشوفي. هنا بنفس الكيلاية البنات كيلت كيلت المقارين كما راكي تشوفي. كما تقدري تعوضيها بالسمن او الزبده. انا حطيت كيله كامله ماغارين لابيل بلا ما ذوبتها البنات، هاي على درجه حراره المطبخ. وربع كيله زيت بنفس الكيله نكيل ربع كيله زيت، ونحاول نبسس الفرينه تاعي كما راكي تشوفي فقط بيدي. كما تقدري تغربليها. نحط ملعقة كبيرة خل، صفار بيضة زائد قليل من البياض كما راكي تشوفين، خلي كمية قليلة فقط من البياض. إذا كانت البيضة تاعك صغيرة ديري بيضة كاملة. هنا عندي نصف كاس ماء عادي ضفت له المزهر، ونبدأ نخلط كما راكي تلاحظي. ما ديروش البيضه يا البنات وتخلطوا ثم تضيفوا الماء، ديروا البيضه في الوسط فرغوا عليها الماء وخلطوا ولموا العجينه كما راكي تشوفي. ما تعجنوها ما ديروا لها حتى شيء، فقط تلم وقطعوها كريات، قسموها الى 3 أو 4 كما تحبوا. بالنسبة للمبتدئات ديروها كريات صغيرة باش تجيكم سهلة. ونحطوها في كيس بلاستيكي وندخلوها الثلاجة على الأقل ساعتين البنات. كما تقدري تخدميها في الليل وديريها في الصباح، تحليها وتقطعيها وتقليها وتعسليها. بعد مرور الوقت البنات نحط النشاء على الرخامة تاعي ونبدأ نحل في الكرية الأولى. لاحظي ونطويها هنا البنات راني نورق فيها. لاحظي تبعي الخطوات كما راكي تشوفي، في كل ما تجي تطوي حطي النشاء باش تتورق معاك وتجيك خفيفه. لاحظي هنا نحطها في سنيوه وندخلهم للثلاجه. نكمل الكريه اللي قعدت لي ثم نرجع ونعاود نحلوها ونقطعوها أو نشكلوه. لاحظي معايا بعد ما ارتحت حوالي 4 ساعة نحلها بالحلال على شكل مربع أو مستطيل، دايما نرشو عليها المايزينا. لاحظي معايا هنا راح نتخلص من الأطراف. ونبدأ نقطع. بالنسبة اللي موالفين يخدموا يقدروا كيف يشكلوا القريش تاعهم كبير ولا صغير كما يحبوا. أما المبتدئات يحكموا ورقة أو فيش كرتوني يقطعوه 7 على 8 أو 8 على 10 كما يحبوا هما الحجم أو الطول، ويبدأوا يقطعوا في الوسط 7 أشرطة ويقطعوا مباشرة المربع كامل، يعني في كل مربع فيه 7 أشرطة. بعد ما كملت كامل نحكم مربع نبدأ نشكل فيه
شريط نحكمه وشريط نخليه، ثم نقلب بهذه الطريقة. لاحظي الضفيرة تاعي سهلة، ماهيش معقدة، شكلها جميل جدا. لاحظي بهذه الطريقة، راني متأكدة أي وحدة رايحة ديرها راح تتعلم وتفرح بها. بالنسبة للقلية البنات، نحط الزيت تاعنا يسخن، ونحط قليل من العجينة القريوش. نتستيها إذا كان الزيت تاعنا خلاص راهو سخن، نبدأ نقلي. ثمثم طيب وتطلع الفوق وتحمر، مش راح تتعبك. على العموم كامل القريوش يتقلى ثمثم، خلوه فقط ياخذ تحميرة قليلة، ما تخلوهش يحمر مليح. كي تكملي كامل الكمية اللي عندك خليه يقطر من الزيت وعسليه. بالنسبة لي تخدم كونتيتي كبيرة للأعراس، ولا تقدر تخدمها وتحطها في بورت مونجي وتخليها يا البنات، خاصة إذا حطتها في المجمد راح تحكم لكم أو تشد لكم حوالي شهر كامل، مش راح تفسد. لاحظوا اللون اللي تحصلت عليه جميل جدا. بالنسبة للتعسال البنات، اللي حابة دير عسل خفيف فقط دير بهذه الطريقة، بالملعقة فقط تحط من الفوق وترش الجلجلان. أما اللي حابة تعسل بالحبة، خاصة اللي يديروه للأعراس، عسليه بالحبة. في كل 400 غرام عسل ضيفي له حوالي ربع كاس ماء الزهر، دفيهم في على النار، نار قليلة، ولوحي بالحبة تتعسل. تجبديها حطيها في كسكاس ورشي عليها مباشرة الجلجلان وخليهم يقطروا، وحطيهم في الكيسات وقدميهم. لاحظي هنا راح نقسم لكم باش تشوفوا، والله يا البنات هشوش بزاف ومورق مليح من الداخل. الأشرطة تاعو البنات كما راكم تلاحظوا راهم رقاق، انا فضلت نديرهم رقاق، ما نحبش نديرهم اعراض، واللي حابه ديرهم اعراض او خشان لها ذلك كما تحبوا. واللي عجبتها الوصفه دير لي جيم وتبارطاج ما بين الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده. والان مابقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.